نصل الآن إلى المركب السادس في الألكانات وهو الهكسان. وجد أن للهكسان 5 آيزومرز. استطاع العلماء أن يعطوا تسمية لثلاث آيزومرات، أما الآيزومرين الأخيرين لم يجدوا لهم تسمية. فالتسمية الأولى للآيزومر الأول وهو ذات السلسلة المستقيمة النورمال هكسان، أعطوا له تسمية نورمال هكسان إن هكسان. الآيزومر الثاني له تسمية أو أعطوه تسمية آيزوهكسان. قلنا أن ذرة الكربون متصلة إلى مجموعتين مثل هذه المجموعة تعتبر تسمى آيزو. إذن عدد ذرات الكربون 6 في المركب، إذن آيزوهكسان. الآيزومر الثالث ذرة الكربون متصلة إلى 4 مجاميع، يسمى هذا المركب وأيضا يحتوي على 6 ذرات كربون نيوهكسان. أما الآيزومرين الأخيرين لم يستطيعوا أن يعطوهم أو يجدوا لهم تسمية، فلجأوا العلماء إلى التسمية النظامية وهي الأيوباك سيستم. وهي الأيوباك سيستم، الأيوباك هي مختصر لإنترناشونال يونيون أوف بيور أند أبلايد كيمستري، يعني الاتحاد العالمي للكيمياء الصرفة والتطبيقية. هناك قواعد لتسمية الألكانات، هناك قواعد تستعمل في تسمية الألكانات. القاعدة الأولى تنص Choose the longest continuous chain of carbon atoms in the molecule and use the name of that chain as the parent name. إذن اختيار أطول سلسلة من ذرات الكربون متتالية الذرات ويعطى اسم الألكان الأصلي، سواء كانت السلسلة بصورة متسلسلة يعني بصورة متتالية بهذا الشكل أو بهذا الشكل عمودية أو بهذا الشكل، المهم تأخذ أطول سلسلة من ذرات الكربون متتالية حتى نعطي اسم الألكان الأصلي. إذن النقطة الأولى اختيار أطول سلسلة من ذرات الكربون ويعطى لها اسم الألكان الأصلي.